السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هلنا إن شاء الله غنتحدثوا على نظام التربية الأرضية للأرانب، يعني نتحدثوا على الإيجابيات والسلبيات. أولا نتحدث عن الإيجابيات. أولا يعني النقطة الأولى وهي أن التربية على الأرض غير مكلفة وسهلة، يعني على عكس الأقفاص. هذه أول خطوة، أول نقطة عفوا. ثانية نقطة أن الأرنب صحيا كيكون أكثر صحة وحيوية من الأقفاص. يعني التربية الأرضية كتكون لأنه كيتحرك في الأرض بزاف، كيجري كيلعب، وهذاك اللعب كيؤدي أن العضلات ديالو كيوليو شداد وكتقوى عنده المناعة. أما في الأقفاص كي يظل الأرنب يعني خامل، فتصير له بعض المشاكل ومنها التأخر في الولادة. يعني الأنثى ما كتأخر في الولادة، السبب هو عدم الحركة، وفي بعض الأحيان يصير يعني تحجر الفراخ، يعني الصغار داخل أو الأجنة داخل بطن الأنثى. هذا الشيء احنا تحدثنا على الإيجابيات. دابا نتحدث على السلبيات. فأهمها يعني أهم سلبيات عدم التحكم في عدد الذكور. يعني إذا كان عدد الذكور البالغين كثير أو حتى يعني على الأقل يكونوا ذكرين فسوف يتقاتلان. هذه يعني يعني بالتجربة، جوج ذكور كاينين في المكان وجوج ذكور بالغين كيتقاتلوا بعضياتهم، واحد كيقتل واحد. وبالتالي يجب ترك ذكر واحد فقط مع الإناث، ولكن النتيجة ستكون أنه الذكر هذا ما يمكنش أنه غادي يلقح كل الأمهات. يعني خصنا نعزلوه في واحد الجهة بوحده. يعني وصلنا لقضية ديال الأقفاص، يعني منين بقينا كنشوفوا سمو خصنا نديرو، خصنا نوصلوا للنقطة أننا خصنا نديرو الأقفاص. واحد النقطة ثانية وهي ممكن أن يدخل أحد الذكور إلى بيت الأنثى، يعني بيت الولادة ديالها، ويبغي يلقحها لأنها كتكون في الذروة ديالها، والخصوبة ديالها كتكون مرتفعة جدا بعد الولادة مباشرة. فممكن أنه يطلع فوق الأنثى، يعني كيبغي يلقحها يتزوج معها، ممكن يوقع أنه كيدهس هذوك الصغار، وتهي حتى هي كتكون كتبقى تخبط في القفص، خاصها تخبط واحد شويه لان الطريقه ديال الولاده ما كتكون سهله، كتكون خاصو هو يتبعها كتجري. تخيلوا ان هذه العمليه تمت وكاينين الصغار، الا كاينين الصغار صافي يكونوا متاكدين ان غادي يرفسوا هذوك الصغار وغادي يموتوا. يعني كيكونوا عاد الحيمات غادي يموتوا 100%. كاين عاوتاني نقطة أخرى وهي ممكن أن شي أنثى تكون شرسة وتدخل على الصغار. هذا شيء هذه 100%. إذا كانت أنثى وحدة أخرى يعني شرسة ودخلت على الصغار، اسمو غادي دير لهم، غادي تاكلهم. هذه ممكن أن يعني الأغلبية ديال الناس تكون ما طراتهمش هذه القضية أن الأنثى كتاكل الصغار ديالها، كتكون شرسة. إلا مشات تلقات شي صغار ديال أنثى أخرى، كونوا متأكدين أنها غادي تاكلهم ببساطة. أو ممكن أنها عاوتاني فكرة أخرى أن الأم ديال هذوك الصغار تبغي تدافع على الصغار ديالها، شنو غادي دير؟ غادي تمشي تقاتل مع ذاك الأنثى اللي عاد دخلت عليهم على الصغار ديالها. شنو غادي دير هي؟ غادي تبدا تقاتل معها حمايه للصغار ديالها. ملي غادي تبغي تحمي الصغار ديالها غادي تقاتل هي وياها، وحده غادي تقتل وحده 100%. غادي تقتل وحده. واحد النقطه اخرى وهي لا يمكن يعني في التربيه ديال 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 ديال
يعني الأرضية لا يمكن معرفة وقت تلقيح أنثى، وأيضا لا يمكن معرفة وقت ولادتها. يعني تخيلوا عاطيهم واحد المساحة، داك الشيء ما كتعرفوش فوقاش فوقاش تلقحت، فوقاش طلع فوق منها الذكر، مخشيين في واحد بين جوج ياجورات، نتوما ما عارفينش فوقاش تلقحت، يعني ما كتعرفوهاش فوقاش كتولد، يعني غير هكاك على الله وصافي. التربيه ديال الارانب راه خاصها تكون عندها ضوابط، ماشي تكون على الله، وكل شيء على الله، ولكن حتى الله عطاني انا واحد العقل باش نفكروا به، باش كل حاجه نعطيوها حقها. اذا هذه نقطه. بقات واحد النقطه اخيره وهي الاهم، هو الاهم في السلبيات ديال تربيه الارانب، وهي نقطه الجرب. كونوا متاكدين ان التربيه الارضيه ضروري ما يكون عندكم حالات ديال الجرب رغم التنظيف. واخا يكون عندكم التنظيف، الا مشاو حتى يفزقوا الارانب او وسخوا وداكشي علق لهم في الارجل ديالهم، لان ما بين الارجل كاينه واحد الفراغات، الا مشاو حتى لصقوا تمايا داك العليقه، يعني نقولوا علقت واحد الوسخ وبقى تمايا ما تحيدش. شوفوا هنايا عكس الكيجان، يعني الاقفاص سمورة الوسخ فين كيطيح، كيطيح في واحد الميكال تحت. انتما الا كتبان لكم انا غنوضح لكم مزيان، انتما كاينه واحد الميكال لتحت ها هي ومثقوبه، دايره ثقبه وحده، يعني القفص كامل ها هو. اي واحد من هاد الارانب يعني الفضلات ديالو عزكم الله سمو كيوقع لها كلها كطيح وكتمشي نفس الثقب ها هو، كتمشي لواحد الثقب مربع صغير، لان الميكام ديرها بواحد الطريقه مائله. اي وسخ كيمشي كيهود لتحت، يعني ما كيبقاش عالق لهم في 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 يعني في الارجل ديالهم، لان الاقفاص هانتوما ما بين السلك والسلك كاين واحد الفراغ، هذاك الوسخ كيطيح ما كيبقاش لاصقهم في رجليهم. هذا هو المشكل ديال الجرب. الا لاحظتوا معايا ان في هذا الموضوع هذا كاين السلبيات ديال التربيه الارضيه اكثر من الايجابيات، يعني ان التربيه في الاقفاص تبقى دائما هي المنتصره في تربيه الارانب. التربيه في الاقفاص كتخلي مولاها يعني ما يضربش تمارع في التنظيف، ان كيكون طاس واحد ها هو بانيو، هو عباره عن بانيو، كل شيء داك الشيء كيتجمع كيطيح في البانيو، يعني بما فيها الاوساخ او الماء ديالهم. هذاك البانيو ممكن انك تخلص منه في واحد المده ديال 5 ايام مثلا، وهذاك الميكا صافي راه كتبقى مفيكسيا. هانتوما راه ميكا زرقاء، ها هي راه ندير ميكا زرقاء، هانتوما غنبين لكم مزيان. هانتوما ميكا زرقاء كتعلقوها باي طريقه، ماشي مشكل انها تكون، غير خصها تكون مائله وعندها ثقب واحد في الوسط. هذاك الثقب هو كله كيبقى يؤدي لواحد الاناء او بانيو، اي حاجه درتوها لتحت. المهم 5 ايام ديال 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 ديال, ديال التنظيف هانتوما ربحتوها، وفي نفس الوقت يعني هذاك يعني الامراض اللي غادي تصيبهم ما كتصيبهمش. وهي الجرب، هو معروف الجرب هو اللي في التربيه ديال الارضيه، الجرب. اي واحد عنده التربيه الارضيه الا وكيتصرف مع حالات ديال الجرب. اذا كنظن انني وضحت كاع النقاط في هذا الموضوع ديال التربيه الارضيه، يعني راه السلبيات اكثر من الايجابيات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، كنرحب بكم اي تعليق انا راه الاشاره. كنشكركم بزاف. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا ونزيدوا القدام، وتكيو على زر الجرس كيصل لكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.